أنت أحد أبناء أو يعني الوالد كان واحد من أهم الجنرالات في إسرائيل ويعتبر بطل قومي، إلا أنك لك رأي مخالف لما يقوم به الجيش الإسرائيلي الآن. هل كان تعرفنا على يعني أكثر عن موقفك مما يحدث من عدوان على قطاع غزة؟ بصراحة الحرب ما بدأت ليست بدأت في أكتوبر 7، بدأت الحرب في سنة 1948 لما بدأت الحركة الصهيونية ودارة إسرائيل حرب ضد الشعب الفلسطيني من 7 أكتوبر حتى اليوم. عصبت إسرائيل بشلل، فكل دولة إسرائيل وجيش الدفاع ونظام المخابرات الإسرائيلي صار يعني نمر من ورق نمر ورق. دولة إسرائيل ليس دولة ديمقراطية. من أول لحظة من شهر 5 سنة 1948 كانت في فلسطين دولة أبارتايد. أنا كبرت كصهيوني وكل التعليم في إسرائيل تعليم صهيوني، فأنا كنت في عيلة صهيونية. يعني حتى لما كنت ولد صغير شفت الفرق بين حياتنا وحياتهم، بين المنطقة وين إحنا عايشين والمناطق وين عايشين الفلسطينيين، في فرق كبير. ما فهمتش الفرق، ما فهمتش، ما كان ليس كان عندي الكلمات. اليوم احنا يعني مستعملين بالكلمة بالابارتايد. الفكرة الصهيونية هي فكرة عنصرية، والحركة الصهيونية هي حركة عنصرية، والدولة الصهيونية دولة اسرائيل هي دولة ابارتايد. ان اسرائيل ما عندها استراتيجية، العنف الاسرائيلي هو اعمال انتقامي وحشي. الجيش الإسرائيلي هو نمر من ورق، ولا حدا في العالم بفكر ممكن يعني حماس يعني ينجحوا ضد حماس وينجحوا ضد المقاومة الفلسطينية. مستحيل، فكرة مستحيلة. كل وقت يكون النظام الأبرتايد تكون مقاومة فلسطينية. الدولة العنصرية دولة الابارتايد ما عندها مستقبل. الفكرة يعني إسرائيل عندها مستقبل وتكون إسرائيل للأبد، مستحيل، مش معقولة، مش مفهومة.